يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على بقيه الله سلام عليك يا فرحه الزهراء وسرورها سلام عليك يا بهجه قلبها وحبورها سلام عليك يا سر قيمومتها ونورها سلام عليك يا بحر علمها وطورها سلام عليك يا باب حكمتها وسورها سلام بجوامع السلام يا ابن القيمه فاطمه ما دام ليل او نهار وانتم سلام عليكم برنامج الخاتمه الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة حلقات عنوانها يا إمام هل من خبر أم أن الانتظار يطول الحلقة التسعون بعد المئتين يا إمام شوقي يا إليك شوق الحنين وعطشي اليك عطش ايام الجدب وليالي المحول الى ماء الحياه يا امام شوقي اليك شوق الحنين وعطشي اليك عطش ايام الجدب وليالي المحول الى ماء الحياه يا امام اني في انتظارك على طول محطات الطريق تفرق الجميع. المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون. والقادمون في انتظارهم مستقبلون. معهم سيذهبون. وستبقى محطات الطريق فارغة. سألتحف الفراغ. وغربة الأيام هم تضحك أيامي وأشوف أنك هم تضحك أيامي وأشوف فنك. لو حزن أسود يظل طول الطريق الدرب موحش يا إمام موحش. موحش موحش يا, يا إمام يا. الدرب موحش يا, يا إمام يا. لا صديج ولا رفيق سأبقى, سأبقى أودع المغادرين وأستقبل, وأستقبل القادمين على امل ان تعود ونلتقي الى متى الى متى احار فيك يا مولاي والى متى واي خطاب اصف فيك واي نجوى عزيز علي, عزيز علي يا إمام عزيز علي عزيز علي أن أجاب دونك وأنا عزيز علي أن أبكيك ويخذلك وراء عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرايا هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى هذا هو الجزء السادس والثلاثون من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضيه. المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم. لا زال حديثي يتدافع فيما يرتبط بالرواية الشريفة التي قرأتها عليكم من الكاف الشريف حديث الرايات المشتبهة ماذا قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه للمفضل ابن عمر والخطاب للمفضل وللحاضرين في مجلس الامام ولي واليكم ولتكفان كما تكفا السفينه في امواج البحر انها امواج الفتن لا ينجو الا من اخذ الله ميثاقه وكتب الايمان في قلبه وايده بروح منه الميثاق بيعه الغدير وبالدقه انها بيعه الغديرين الغدير العلوي والغدير المهدوي ومر الكلام في هذا الشان في ما تقدم من حلقات هذا البرنامج. هذه سوره المجادله او التي يقراها البعض المجادله. قرات عليكم ايات منها. الايات تشتمل على مضمون يتناول حزب الله وحزب الشيطان حزب الشيطان الايه الرابعه بعد العاشره بعد البسمله من السوره الم تر الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم القوم الذين غضب الله عليهم من اوضح مصادقهم في القران اليهود قطعا النواصب اعداء الزهراء غضب الله عليهم اشد الزهراء ميزان الرضا والغضب الالهي يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها الم تر الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون في الايه التي بعدها اعد الله لهم عذابا شديدا انهم ساء ما كانوا يعملون تستمر الايات في الاتجاه نفسه الى ان نصل الى الايه التاسعه بعد العاشره بعد البسمله استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله اولئك حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون لن اذهب بكم بعيدا وانما ساذكركم بما قراته عليكم من تفسير القمي الذي هو جامع للاحاديث التفسيريه الطبعة طبعة الأعلمي بيروت لبنان صفحة 692 الآية ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم نزلت في الثاني الثاني عمر هذا معروف في ثقافة العترة انه عمر بن الخطاب نزلت في الثاني لأنه مر به رسول الله وهو جالس عند رجل من اليهود ويكتب خبر رسول الله يكتب خبر رسول الله عمر بن الخطاب كان يكتب كلاما ياخذه من ذلك اليهودي وكان ذلك الكلام بشاره برسول الله صلى الله عليه وآله فأنزل الله جل ثناؤه ألم تر الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم فجاء الى النبي عمر فقال له النبي رايتك تكتب عن اليهود وقد نهى الله عن ذلك انها البراءه الفكريه فقال يا رسول الله كتبت عنه ما في التوراه من صفتك وأقبل يقرأ ذلك على رسول الله ورسول الله غضبان وأقبل يقرأ ذلك على رسول الله وهو غضبان رسول الله غضبان فقال له رجل من الأنصار قال لعمر ويلك أما ترى غضب النبي عليك فقال أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله اني انما كتبت ذلك لما وجدت فيه من خبرك من خبرك يا رسول الله فقال له رسول الله يا فلان يا عمر لو ان موسى ابن عمران فيهم قائما ثم اتيته رغبه عما جئت به تريد ان توثق هذه الفكره او تلك العقيده من كلامهم يا عمر لو ان موسى ابن عمران فيهم قائما ثم اتيته رغبه عما جئت به لكنت كافرا بما جئت به الروايه واضحه وصريحه جدا انها البراءه الفكريه ابرز علامه لحزب الشيطان خلو هذا الحزب من البراءه الفكريه وهذا هو الذي يتجلى واضحا وواضحا جدا في منهج حوزه النجف منهج الطوسي منهج يفتقر الى البراءه الفكريه ولذا ليس هناك من تمييز ما بين فكر علي وال علي وفكر الاشاعره وفكر المعتزله وفكر الشوافع وفكر الاحناف وفكر الصوفيه وفكر القطبيين اللعناء ليس هناك من تمييز وتشخيص في واقع ثقافه الشيعه بسبب ان واقع ثقافه حوزه النجف قد اختلطت الامور اختلاطا بعيدا مثلما قال امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في روايه التقليد التي جاءت في تفسير امامنا الحسن العسكري وهذا هو تفسير إمامنا الحسن العسكري بين يدي من أن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى يتعلمون بعض علومنا الصحيحة الصادق يقول صلوات الله عليه يتعلمون بعض العلوم الصحيحه ولكن الطامه هنا يضيفون على هذا البعض على هذا القليل يضيفون اضعافه واضعاف اضعافه من الاكاذيب علينا الصادق يقول من الاكاذيب علينا ونحن براء براء من تلك الاكاذيب الشيعه المستسلمون لهم يتقبلون هذا على انه من علوم محمد وال محمد صلوات الله عليهم فضلوا واضلوهم وهذا هو منهج حوزه الطوسي العقائد تؤخذ من علم الكلام وعلم الكلام علم ناصبي صرف التفسير قواعده وفقا للمنهج العمري وهو نقض لبيعة الغدير بشكل واضح وبدرجة مئة بالمئة الفتاوى والاحكام انه منهج الشافعي وبامتياز, وبامتياز انا اقول لطلاب حوزه النجف لو تدرسون المذهب الشافعي الان فانه اقرب الى اهل البيت من حوزه النجف لأن حوزة النجف لا زالت تتمسك بمنهج الشافعي نفسه بينما الشوافع في الأزهر الآن طوروا المذهب الشافعي وصار قريبا إلى المنطق وإلى العقل السليم وهو بهذا يكون أقرب إلى منهج العترة مما عليه مراجع النجف الذين تمسكوا بمنهج الشافعي القديم الشوافع غيروا منهجه في زماننا هذا لكنكم لا انتم تطلعون على ما يجري في الواقع السني ولا حتى مراجع النجف على اطلاع انتم في حوزه جهل وجهاله انتم في حوزه سفاهه وحماقه هذا هو واقع حوزه النجف لو ان حوزه النجف تتبع منهج الشوافع المعاصر لكان خيرا لهم من منهج الشافعي القديم إنه منهج متخلف إلى أبعد الحدود من هنا من هنا المذاهب السنية تطورت والمذهب الشيعي لا زال يرجع إلى الوراء كبول البعير كبول البعير المذاهب السنية نظفوها من كثير مما كان فيها وهم مستمرون في تنظيفها بينما الشيعه لا اقول المذهب الشيعي وانما المذهب الطوسي التشيع ما هو مذهب التشيع دين انه دين محمد وال محمد اما هذا الذي عليه مراجع النجف وكربلاء هذا هو المذهب الطوسي مثلما هناك المذهب الشافعي مثلما هناك المذهب الحنفي ألا ترى علماء النجف دائما يصرون على الدفاع عن المذهب إنه المذهب الطبسي لا يجوز لنا أن نصف دين محمد وآل محمد بالمذهب ونساوي فيما بينه وبين المذاهب الاخرى مثلما يفعل مراجع النجف مراجع النجف من حقهم ان يفعلوا ذلك لانهم اسسوا مذهبا مثل ما اسس الشافعي مذهبه ومثلما اسس ابو حنيفه مذهبه الطوسي اسس مذهبه وهؤلاء تبعوا مذهب الطوسي اما دين محمد وال محمد فما هو بمذهب كبقيه المذاهب اذا اعتقدتم بهذا فانتم كافرون كافرون بالله بحكم القران بحسب الايه السابعه والستين بعد البسمله من سوره المائده انها صريحه 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 بهذا المعنى محمد وال محمد اذا كان لهم من مذهب فالمراد من المذهب هنا ما ياتي في سياق اللغه انه الطريق لا كما يقصدون في الاصطلاح، في الاصطلاح هناك دين واحد وهذا الدين له اصول انها اصول الاشاعره اصول النواصب وهناك مذاهب تتفرع عن هذا الدين ولكل مذهب خصائصه هكذا فعل مراجع النجف فقالوا نحن مذهب كبقيه المذاهب وخصائص هذا المذهب في عقائده الفرعيه التي هي الامامه والعدل اما اصول الدين فهي ثلاثه التوحيد النبوه المعاد وهي اصول الدين عند النواصب المعاد هو فرع من القران والقران فرع من النبوه اذا كان الحديث عن منهجيه علميه فان المعاد ثابت بالقران فرع من القران المعاد ليس عقيده اصليه انه فرع من القران فان المعاد دليله قراني ليس هناك من دليل عقلي صرف على المعاد حتى يكون المعاد عنوانا براسه الدليل القائم على المعاد دليل قرآني والقرآن ما هو اصل؟ القرآن جزء من النبوة فكيف صار المعاد اصلا والإمامة التي القرآن يقول عنها وإن لم تفعل فما بلغت رسالته صارت فرعا هذا منهج الضلال هذا منهج مراجع النجف هذا منهج السيستاني هذا منهج الخوئي هذا منهج محمد باقر الصدر هذا منهج المراجع الذين سبقوهم ومنهج المراجع المعاصرين ومنهج المراجع القادمين بعد موت السيستاني هذا الضلال بعينه هذا الكفر بعينه بحسب منطق القرآن بحسب منطق العترة الطاهرة هؤلاء هم حزب الشيطان الذين اخذوا دينهم من قوم غضب الله عليهم الم تر الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم الى ان تقول الايات اولئك حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون في مواجهه حزب الشيطان هناك حزب الله المفلحون ماذا جاء في وصفهم في الايه الثانيه والعشرين بعد البسملة من سورة المجادله؟ انها اخر ايه فيها اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه الى ان قالت الايه اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون هذه عقيدتهم وهذا حالهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه هؤلاء هم الذين سينجون في حال الفتنة الشديدة زمان الغيبة الكبرى في الوقت القريب من ظهور إمام زماننا ولتكفأن كما تكفأ السفينة في أمواج البحر لا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه ميثاق الغدير لا ينجو الا من اخذ الله ميثاقه ميثاق الغدير وكتب الايمان في قلبه وايده بروح منه هذه المجموعه هي التي ستكون في مواجهه حزب الشيطان ولترفعن اثنتا عشرة راية مشتبهة لا يدرى اي من اي هؤلاء هم حزب الشيطان ما هي ميزتهم بحسب القران وبحسب الاحاديث المفسره لقرانهم ما هي ميزتهم ميزه حزب الشيطان افتقارهم للبراءه الفكريه ياخذون دينهم من العيون الكدرة القذرة مثلما مر الحديث عن نبينا صلى الله عليه وآله وهو يقول لعمر لو كان موسى ابن عمران قائما فيهم نبي من اولي العزم رسول من الرسل كليم الله لو كان قائما فيهم وجئته جئت موسى ابن عمران رغبه عن الذي جئت به جاء به محمد لكنت كافرا يا عمر ما هذا هو الذي يجري في واقع حوزه الطوسي. انه المنطق المهدوي الواضح طلب المعارف من غير طريقنا اهل البيت مساوق لانكارنا. مساوق لانكارنا. هذا هو المنطق المهدوي الواضح والواضح جدا. اذا هناك مساران مسار التعظيم ومسار التقزيم مسار العظماء هذا لا ينجو الا من اخذ الله ميثاقه وكتب الايمان في قلبه وايده بروح من اما مسار الاقزام ومن هنا يتضح عندنا ان وصف المراجع بالعظام في الحقيقه تزوير هؤلاء اقزام وما هم عظام هناك مسار التعظيم وهناك مسار التقزيم ومسار التقزيم هو مسار الاقزام وما هو بمسار العظام مسار العظام ومسار التعظيم مسار التعظيم الذي هو مسار العظام انه المسار الذي يتميز في اول ميزه فيه ميزه البراءه الفكريه دين هذا المسار يؤخذ من قرانهم من قران محمد وال محمد المفسر بتفسيرهم فقط ومن حديثهم من حديث محمد وال محمد المفهم بقواعد تفهيمهم فقط لا كمسار الاقزام الذي هو مسار المزابل مسار المراحيض مسار الكنيف مسار القذاره الناصبيه هذا هو مسار حوزه النجف مسار مراجع النجف هذا هو مسار المذهب الطوسي وهذه الرايات راياتهم وقلت لكم كيف نميز هذه المجموعه من انها رايه من وقلت لكم كيف نميز هذه المجموعه او تلك من انها رايه من الرايات بشكل عام حينما يكون للمجموعة قائد يدعو لنفسه والمجموعة تدعو الناس لاتباع قائدها وهذا هو بالضبط ما يفعله وكلاء كل مرجع من المراجع وهذا هو بالضبط ما يفعله اتباع كل مرجع من المراجع يحاولون ان ينتقصوا بشكل مباشر بشكل غير مباشر بالتصريح بالتلميح ينتقصون من المراجع الاخرين ويمجدون بمرجعهم وهو يفعل كذلك هو يفعل كذلك فكل مرجع هو رايه من رايات الضلال رايات الضلال هي التي تحدثت الايات القرانيه عنها انهم حزب الشيطان حزب الشيطان الذي يفتقر الى البراءه الفكريه تلاحظون أن الآيات مع الروايات مع الواقع مع الواقع مع الواقع ليس في يومنا هذا وإنما منذ أن أسست حوزة النجف سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة وهذا هو واقعها واقعها شيطاني صرف تفتقر الى البراءه الفكريه لان مؤسسها الطوسي هو يفتقر منذ نعومه اظفاره يفتقر الى البراءه الفكريه لقد نشا في الاوساط الشافعيه والحنفيه حتى حينما جاء الى بغداد في العشرينات من عمره ارتكس في الوسط الناصبي في السنوات الاخيره من مرجعيه المفيد التحق به في اخر خمس سنوات من مرجعيه المفيد التحق الطوسي بالمفيد. انا لا اريد ان احدثكم عن الطوسي فلقد حدثتكم عنه في حلقات سابقه من هذا البرنامج وفي برامجي المتعدده المنتشره على الشبكه العنكبوتيه يمكنكم ان تعودوا الى الحلقات المختصه بالطوسي هذا كي تطلعوا على ما الحقه الطوسي هذا بالتشيع من ضلال وانحراف واضحين نذهب الى فاصل عن محمد بن سنان رضوان الله تعالى عليه قال كنت عند ابي جعفر الثاني امامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه فاجريت اختلاف الشيعة فقال يا محمد ان الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا, متفرداً بوحدانيته, بوحدانيته ثم خلق, خلق محمدًا, محمدا وعليا وفاطمه, وفاطمة فمكثوا الف دار ثم خلق, خلق جميع الأشياء, الاشياء فاشهدهم خلقها واجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها, امورها اليهم فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون ولن يشاء الا ان يشاء الله تبارك وتعالى ثم قال يا محمد هذه الديانه التي من تقدمها مرق ومن تخلف عنها محق ومن لزمها, ومن لزمها لحق, لحق. خذها ف... اليك يا محمد المكان الاصل لمضمون خطاب إمامنا الصادق في هذه الرواية الشريفة العراق العراق ولذا فإن الحديث كان موجها للمفضل الذي هو عراقي كوفي وكان وجه الشيعه في الكوفه كان وكيلا عن الامام الصادق في الكوفه بين الشيعه المكان الاصل لهذا الخطاب العراق وتحديدا الكوفه انها المناطق الشيعيه فهذا المضمون الذي يحدثنا عنه امامنا الصادق مضمون يوجه الى مكان هو العراق وتحديدا الى المناطق الشيعيه فنحن لا نتوقع من امامنا الصادق يحدثنا عن رايات عديده في كردستان مثلا وهناك رايات عديده في كردستان العراق لكن الامام لا يحدثنا عن تلك الرايات بهذه الطريقه حدثونا عن رايات في كردستان لكنهم هكذا قالوا لنا مثلما اخبرنا امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ويرتفع علم العماليق في كردستان يرتفع علم العماليق في كردستان العماليق هم الاكراد فجدهم في التاريخ معروف في الثقافه العربيه هو كرد ابن عمليق من هنا يقال لهم في الثقافه العربيه القديمه يقال لهم العماليق نسبه الى جدهم حدثونا عن رايات للعماليق وحدثونا أشياء بهذا المضمون لكنهم حينما يتحدثون عن شيعتهم فإن الحديث سيتجه لتشخيص الهدى والضلال غير الشيعة لا شأن لنا بهدايتهم او بضلالهم قضيتهم خارجه عن مورد حديثنا الكلام كل الكلام في الواقع الشيعي عن المهتدين وعن الضالين المهتدون هم الذين يتحركون في فناء امام زمانهم واما الضالون فهم الذين يتحركون في فناء اشخاص يدعون دجلا وكذبا انهم نواب لصاحب الزمان وهم لا يفقهون شيئا من دينه هم لا يفقهون شيئا من عقيدته ومن قرانه هم يفقهون عقائد النواصب هم نواب للنواصب هم نواب الشيطان ما هم نواب لصاحب الزمان والعلامه يدعون لانفسهم لا علاقه لهم بصاحب الزمان انهم يدعون لانفسهم والصراع القائم فيما بينهم بالضبط مثلما وصفه المرجع الملعون الشلمغاني الطوسي نفسه نقل هذا الكلام في كتابه الغيبة وكتاب غيبة الطوسي هذا موجود بين يدي لا أجد وقتا كي أخرج الكلام وأقرأه من الكتاب الشلمغاني هكذا قال من أنهم من أن علماء الشيعة من أن مراجع الشيعة من أن زعماء الشيعة زمان الغيبة الكبرى فالشلمغاني كان المرجع الأول للشيعة زمان الغيبة الكبرى وكانت الشيعة تعمل برسالته العملية التي عنوانها التكليف بأمر من النواب الخاصين وخرج اللعن فيه هو يتحدث بعد أن دخل في حالة حسد شديد للسفير الثالث للحسين بن روح الحكاية مفصلة هو يقول الشلمغاني كما ينقل الطوسي لنا في كتابه الغيبة كنا نتهارش عليها نتهارش على الزعامه الدينيه نتهارش على المرجعيه الدينيه كنا نتهارش عليها تهارش الكلاب على الجيف وهذا هو الذي يجري عبر تاريخ حوزه النجف مراجع النجف وكربلاء يتهارشون على المرجعيه تهارش الكلاب على الجيف هذا امر موجود على طول تاريخ حوزه النجف والى هذه اللحظه وسيبقى موجودا الطباع هي الطباع والحاله المزريه لواقع المرجعيه في بعدها عن امام زماننا كانت موجوده ولا زالت وستبقى مستمره هذه هي الرايات الضاله المشتبهه لانهم يضحكون على الناس من انهم نواب لصاحب الزمان وهم لا يفقهون شيئا من فقه صاحب الزمان من معارف صاحب الزمان الذين يعيشون في فناء صاحب الزمان هؤلاء الذين جاء وصفهم عن إمامنا الصادق لا ينجو لا ينجو في ذلك الزمان إلا من أخذ الله ميثاقه وكتب الإيمان في قلبه وأيده بروح منه ولترفعن اثنتا عشرة راية مشتبهة لا يدرى اي من اي لا يدرى اي من اي لانهم متشابهون وكل راية من هذه الرايات مشتبهة ما بين الحق والباطل شعاراتهم متقاربة فكل المراجع يقولون نحن نواب لصاحب الزمان والنيابه نيابه عامه لكنهم في الواقع يتصرفون كانهم الامام هم لا يتصرفون لا بطريقه النائب العام ولا بطريقه النائب الخاص هم يتصرفون وكانهم الامام بل يتصرفون بطريقه اوقح يتصرفون وكانه ليس هناك من امام ومن ان الامر راجع اليهم فقط الخوئي في وصيته اوصى بان الاموال والاوقاف والعقارات والمؤسسات تكون في يد أكبر أولاده من أهل العلم إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة إذا كان نائبا لصاحب الزمان كان يفترض فيه أن يقيد وصيته مع أنها وصية باطلة أن يقيد وصيته إلى عصر ظهور الحجة ابن الحسن لكنهم لا يعيشون هذا المضمون في عقولهم وفي قلوبهم. هم يتصرفون وكانه ليس هناك من امام ومن هنا فانهم يحكمون على الاموال التي عند الشيعه اتحدث عن الاموال الشرعيه يحكمون عليها من انها اموال صاحب الزمان وهكذا يطالبون الشيعه هذه اموال صاحب الزمان يجب عليكم ان تدفعوها لنا حينما تصل الى ايديهم والى جيوبهم تصبح اموالا مجهوله المالك هكذا هم يقولون كتبهم فتاواهم هذا موجود في كتبهم لماذا حينما تكون الاموال الشرعيه عند الشيعي وهي امواله هي امواله اساسا لكنهم يفترضون ان جزءا منها هو من الاموال الشرعيه فيفترضون تلك الاموال اموالا شرعيه ويقولون للشيعي هذه اموال صاحب الزمان حينما تصل الى جيوبهم تصبح اموالا مجهوله المالك هذا هو الذي اقوله لو كانوا يتعاملون مع صاحب الزمان على انه موجود فعلا وهم نواب له لأحسوا لا بوجود الإمام ولأحسوا بتأييده ولأحسوا بما يريده الإمام في قضية صرف أمواله إذا كانت أموالا له لأن الإمام أباح الخمس للشيعه زمان غيبته واما الخمس فقد ابيح لشيعتنا هذا بخط يد صاحب الزمان واما الخمس فقد ابيح لشيعتنا وجعلوا منه في عل الى وقت ظهور امرنا كلام الامام واضح وواضح جدا انا لا اريد ان اناقش هذا الموضوع الان فقد ناقشته طويلا يمكنكم ان تعودوا الى برامجي التي ناقشت فيها هذا الموضوع فهؤلاء يتفقون في سيرتهم وفي طريقتهم وفي ضحكهم على ذقون الشيعه وفي استحمارهم للشيعة في الوثيقة الدخية ماذا يقول هذا المرجع الناصح للمرجع المعاصر كمال الحيدري ماذا يقول له يقول له تركبهم تركبهم من انك ستركب هؤلاء الحمير الشيعه مثلما ركب فلان وفلان او قال ديخ شنفوا شنفوا شنفوا, شنفوا 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 اسماعنا بما يفيض به علينا المراجع العظام المراجع الأقزام شنفوا أسماعنا بالوثيقة الديخية ما أريد أجيب الأسماء واحد قال لي على شنو مستعجل على شنو مستعجل قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إليه؟ قال توصل اطمئن إيه؟ تركبهم يعني مش بش... اه... شيء عمل يعني... تركبهم وتقول لهم ديخ والله نفس عبارته واحد من الاعلام قبل خمس سنين قال لي مش تحكي؟ وش داعي تركب <applause> يعني خلاقه اهم شيء خلاقه اهم شيء شو يعني بقول لك بكي حركه تركب حقش بيخ بعربي حقش عبارته كنا على ثقه وكلكم تعرفونه لانه ما بدي اجيب الاسماء عرفنا مثل ما لا مو علم اجمالي هذا واقع واقع الشيعه لا اقول واقع الشيعه هذا والله هذا واقع الشيعه <applause> رايات مشتبهة الراية المشتبهة هي الراية التي يختلط فيها الحق والباطل بالضبط مثل ما قلت لكم يقولون للشيعي هذه اموال صاحب الزمان تتحول الاموال اليهم يقولون هذه اموال مجهوله المالك يقولون من انهم نواب لصاحب الزمان وهم لا يعرفون شيئا عن صاحب الزمان اذا ما سئلوا فاجابوا الاجوبه خاطئه بالتمام والكمال وقد عرضت عليكم بعضا من اجوبتي اسحاق الفياض في الحلقات المتقدمه الذي نصبه السيستاني الاعلم نصب اسحاق الفياض الاعلم من بعده وهذه هليلة وهذه هل العملة بالعمله بشليله هذا الكلام يعود على الاثنين هذا الأعلام نصب لنا هذا الأثوال وهكذا الحال يجري هكذا منذ سنة 448 وثمانية وأربعين للهجرة حيث أسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومة في النجف وهذا الحال يجري مستمرا الى يومنا هذا رايات مشتبه تعبير إمامنا الصادق يأتي منسجما تمام الانسجام مع هذه الرواية التي هي من رواياته أيضا روايته في تفسير الإمام العسكري واضحة تنسجم انسجاما تاما مع روايته في الكاف الشريف الروايتان عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الطبعة طبعة ذوي القربة قم المقدسة الطبعة الأولى تفسير إمامنا الحسن العسكري الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه رقم الحديث 143 يبدأ في صفحة 271 وينتهي في صفحة 275 أقرأ عليكم من صفحة 274 إمامنا الصادق بعد أن تحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة ومن أنهم يكذبون ويكذبون ومن أنهم أضرّوا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه الى ان يقول صادق العتره صلوات الله عليه وهؤلاء هؤلاء علماء السوء انهم المراجع مراجع الشيعه اكثر مراجع الشيعه الذين خاطبهم صاحب الزمان في الرساله الاولى للشيخ المفيد ووصف حالهم من انهم نبذوا العهد الماخوذ منهم وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون الامام الصادق هكذا يقول عنهم وهؤلاء علماء السوء الناصبون انهم نواصب الشيعه الناصبون المشبهون بانهم لنا موالون ولاعدائنا معادون مشبهون هؤلاء هم قادة الرايات المشتبهة هم هؤلاء المشبهون المشبهون بأنهم لنا موالون ولاعدائنا معادون بحسب الظاهر هكذا بحسب الشعارات لكننا اذا اردنا ان ندخل الى الكواليس فانه نواصب لماذا لانهم ياخذون دينهم من النواصب طلب المعارف من غير طريقنا اهل البيت مساوق لانكارنا الانكار هي عقيده النواصب وهذا المنهج الامام يقول عنه مساوق لانكارنا الذين انكروا غدير محمد وال محمد هؤلاء نواصب سقيفه بني ساعده والذين نقضوا منهج غدير محمد وال محمد وما تمسكوا به وذهبوا وراء النواصب هؤلاء نواصب الشيعة إنهم نواصب سقيفة بني طوسي نواصب سقيفة بني نجف إنهم نواصب سقيفة بني مرجعية وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولاعدائنا معادون يدخلون الشك والشبهه على ضعفاء شيعتنا ضعفاء الشيعه ما هم ضعفاء الابدان وما هم ضعفاء الاموال ضعفاء الجيوب هؤلاء ضعفاء العقيده قد يكونون من اصحاب العمائم الكبيره من وكلاء المرجعيه وقد يكونون من حملة الشهادات الأكاديمية وقد يكونون من كبار التجار وأصحاب رؤوس الأموال ولكنهم ثقفوا على الثقافة الناصبية فهم شيعة ضعفاء لا يفقهون شيئا من ثقافة العترة وحتى إذا أرادوا أن يتابعوا ثقافة العطرة على شهشة القمر يمنعونهم 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 هكذا الإمام يقول: "وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا" فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب يمنعونهم أن يتابعوا حديث العترة على شاشة قناة القمر ما هو هذا الحق المصيب الذي يعرض عبر هذه الشاشة هذا ما هو كلامي ما يعرض على هذه الشاشة قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم قطعا قطعا لن يكون كاملا لان الذي ينقله لكم ناقص ليس معصوما قاصر ومقصر في الوقت نفسه لكن هذا الذي يستطيعه انسان مثلي انني احدثكم بقرانهم المفسر بتفسيرهم وبحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم وهم يمنعونكم ان تاخذوا دينكم من هذه الشاشه هذه شاشه يتيمه ليس هناك من شاشه في الواقع الشيعي تنقل لكم قران محمد وال محمد بحسب تفسيرهم وتنقل لكم حديث محمد وال محمد بحسب قواعد تفهيمهم يمنعونكم عن قصد الحق المصيب انكم حينما تقصدون هذه القناه يمنعونكم يمنعونكم وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون بالله عليكم السيستاني في أحاديثه في أحاديثه عبر البيانات وإلا فالرجل أخرس لا يتكلم سيرته سيرة الشيطان الشيطان هو أخرس لا يتكلم يتكلم في الخفاء فسيرة اهسيستاني هي سيرة الشيطان سيرة علي الذي يجاوره وهو لا يزوره لا يزور عليا سيرة علي البيان والخطابة والفصاحة والبلاغة والوضوح والصراحه والجراه هذا هو علي هذه سيرته اما سيره السيستاني هي سيره ابليس الذي يتحرك في الخفاء يوسوس ينفث يحرك من بعيد يثبط يشكك يثير القلق في النفوس عبر أساليبه الخفية فسيرة السيستاني هي أشبه بسيرة الشيطان اي امام من ائمتنا كان على هذه السيره الى الحد الذي اذا ما اخرجوا فيديو من الفيديوات اخرجوه من دون صوت لماذا سيره شيطانيه محضه هذا هو اسلوب ابليس هل هذه سيره الائمه سيره الائمه الصدع بالحق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر البيان الواضح الخطاب الصريح هذه سيره الائمه والا كيف وصلت لنا كل هذه الحقائق هذه الحقائق التي تسمعونها عبر شاشه القمر عبر هذا البرنامج وعبر سائر البرامج الاخرى هذه الحقائق كيف وصلت الينا وصلت الينا عبر السكوت وعبر الفيديوهات التي يحجب صوتها هذا منهج إبليس هذا منهج الشيطان منهج الرحمن منهج علي وآل علي هو هذا هذا الذي أعرضه بين أيديكم بالبيان والوضوح والجرأة والصدع بالحق هذا هو منهج علي وآل علي صلوات الله عليه على اي حال اعود الى كلام امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بانهم لنا موالون ولاعدائنا معادون هذا المنهج السيستاني القذر من ان ان نواصب انفسنا هذا المنهج منهج يدخل الشك والشبهه على ضعفاء الشيعه ضعفاء العقيده فيضلونهم يضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب هذا هو الذي يجري على ارض الواقع انا لست مهتما انكم تنتفعون من كلامي او انكم لا تنتفعون من كلامي انا مهتم ان اوصل رسالتي بالنحو الذي يجب علي ان اوصلها ولا اهتم انكم تنتفعون من حديثي او انكم لا تنتفعون ما زالت مرجعيه النجف وراءكم فانكم لن تصلوا الى الهدى ما زالت هذه العمائم العباسيه الابليسيه تحوم حولكم لن تصيبوا الحق لا أقول لكم الأيام بيننا، الأيام بيننا، لكنني أقول لكم إذا أدركنا ظهور الإمام أنا وأنتم سنتواجه وجها لوجه، وإن لم يكن ذلك ففي الرجعة، وإن لم يكن ذلك ففي عرصات يوم القيامة، هناك ستتكشف الحقائق جليه وستعرفون كيف قد ضحك عليكم ما انا كنت واحدا منكم ما انا كنت جزءا من هذه المضحكه والمسخره الشيعيه الطوسية المرجعية القذرة لكنني حين يممت معارف العترة الطاهرة عرفت الحقيقة وعرفت مدى قذارة أولئك الذين كنت أقدسهم وكنت ألقبهم حقيقة بآيات الله العظمى الذين عرفت حقيقتهم من أنهم أهيات الشيطان العظمى هكذا يتحدث عنهم إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بانهم لنا موالون ولاعدائنا معادون يشبهون على الشيعه كذابون هؤلاء سفله هؤلاء يتحركون بحسب مصالحهم يدخلون الشك والشبهه على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب لاحظوا هذا التعبير المشبهون بانهم لنا موالون ولاعدائنا معادون نعود الى الروايه في الكاف الشريف ولترفعن ولترفعن اثنتا عشره رايه مشتبهه مشتبهة لا يدرى اي من اي هذا التعبير في ادق في ادق صوره يتجلى في مراجع النجف وكربلاء نذهب الى فاصل عن زائدة, عن زائدة بن قدامة. بن عبد عن عبد الكريم. قال ذكر عند إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه القائم. فقال أن يكون ذلك ولم يستدر الفلك حتى يقال مات او هلك في اي واد سلك فقلت وما استداره الفلك فقال اختلاف الشيعه بينهم وعن جابر الجعفي عن امامنا الباقر صلوات الله وسلامه, وسلامه عليه, عليه. يخاطب جابرا: يا جابر لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سواء المراد ليس هناك من طرف على الحق ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سواء وينادي مناد من, من السماء وعن امامنا الباقر, الباقر ايضا صلوات الله, الله وسلامه, وسلامه عليه يجيب على سؤال, سؤال لجابر الجعفي, الجعفي متى يكون هذا الامر فقال, فقال أن يكون ذلك يا جابر ولما تكثر, تكثر القتلى, القتلى بين, بين الحيرة, الحيرة والكوفة, والكوفة غيبة الطوسي وطبعة طبعة الأعلمي بيروت لبنان صفحة 274 بسنده عن ابي خديجه قال: قال ابو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه لا يخرج القائم حتى يخرج اثنى عشر من بني هاشم كلهم يدعو الى نفسه هذا هو الذي قلته لكم في العلامه التي على اساسها نميز ايه مجموعه من المجموعات اذا كان لها من قائد يدعو الى نفسه فهذه رايه قل الاتباع ام كثروا الرايه مجموعه لها قائد يدعو الى نفسه وعنده اتباع واتباعه يدعون الناس الى اتباعه ليس بالضروره ان يكون المراد من هذا المصطلح بنو هاشم ان يكونوا هاشميين فعلا ينتمون انتماء اسريا عشائريا انتماء الرحم الى بني هاشم في احاديثنا عبر عن الشيعه بال محمد في احاديثنا في احاديثهم حديث ائمتنا صلوات الله عليهم عبر عن الشيعه بآل محمد فاذا عبر عن الشيعه بآل محمد يعبر عنهم ايضا ببني هاشم التعبير عن الشيعه بأهل محمد هو أكثر غرابة من التعبير عن الشيعة ببني هاشم لأن هذا العنوان بنو هاشم عنوان قبائلي والقبائل ينتمي إليها من ينتمي إليها بمعاقده مثلا بحلف وينسب إلى القبيلة بعد أن انتمى إليها وهو أساسا ليس منها لكن على أساس حلف على أساس معاقدة فينسب إلى تلك القبيلة أما عنوان آل محمد عنوان عقائدي فاطلاقه على الشيعه لا اقول انه اطلاق غريب لكنني اذا اردت ان اقايسه باطلاق بني هاشم على الشيعه ايضا فان اطلاق ال محمد على الشيعه يكون اغرب هذه معارض كلامهم لا غرابه في الموضوع لا في اطلاق اهل محمد ولا في اطلاق بني هاشم وانا اقول هذا الكلام على نحو الاحتمال والا فكل بلائنا من اصحاب العمائم السوداء كل بلائنا اصحاب العمائم البيضاء ياتون في اذيالهم كل بلائنا من اصحاب العمائم السوداء لا يخرج القائم مو هذا اللي يقولون اكو واحد لزم له شخص واخذ يضربه اختلفوا في الشارع اثنين اختلفوا في الشارع هذه قضيه حقيقيه ليست نكته ليس طريفة نعم هي طريفة واقعية اثنين بالشارع اختلفوا على موضوع من الموضوعات واحد ما يعرف الثاني مثل ما يختلف الناس في الأسواق في الدوائر الرسمية في أي مكان اثنين اختلفوا فواحد منهم مسك الثاني وضرب ضرب كاد أن يقتله فهذا المضروب أخذ يصيح ادخيل جدك سيدنا قال له ولك انت منين عرفتني انا سيد انا سيد منين عرفتني قال له من الدقاق مالتك من وليتك من هذا الدق مالتك عرفتك سيد ما كل بلائنا من اصحاب العمائم السوداء عندنا روايات من ان رايه الامام اذا ما ظهرت ستلعن يلعنها اهل الشرق واهل الغرب لماذا لما لقي الناس من اهل بيته وانا لا اريد ان اجعل هذا العنوان محصورا بالهاشميين ايضا هذا العنوان اطلق في الروايات على الشيعة هم يقولون شيعتنا منا ونحن منهم منا ونحن منهم ينطبق عليهم عنوان آل محمد وينطبق عليهم عنوان اهل البيت سلمان منا اهل البيت فإذا ما ظهرت رايه القائم لعنها اهل الشرق واهل الغرب لماذا لما لقي الناس من اهل بيته قطعا هذا العنوان ينطبق على الهاشميين اولا قبل الشيعه لا يخرج القائم حتى يخرج اثنا عشر من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه هؤلاء هم مراجع النجف وكربلاء من أصحاب العمائم السوداء ومن أصحاب العمائم البيضاء ما هذا العنوان بحسب معارض كلامهم ينطبق على الهاشميين وعلى شيعة الهاشميين لا يخرج القائم حتى يخرج إثنى عشر من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه قد تكون هذه الرواية ترتبط ارتباطا مباشرا برواية الكاف الشريف التي بين أيدينا ولترفعن إثنتا عشرة راية مشتبهة لا يدرى أيٌ من أيٍ كل واحد يقول أنا صاحب الحق أنا الأعلى أنا الأعدل أنا الأفقه أنا, أنا 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 ما هذا هو واقع الشيعة على طول الخط منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة منذ أن أسس الطوسي حوزته في النجاة وهذا الأمر نحن عايشناه في جيلنا وعايشته الأجيال التي قبلنا وستعايشه الأجيال التي بعدنا إن كان عصر الظهور بعيدا ليس قريبا في زماننا ولترفعن اثنتا عشرة راية مشتبهة لا يدرى اي من اي لا يخرج القائم حتى يخرج اثنى عشر من بني هاشم كلهم يدعو الى نفسه هذه العلامة تكون قريبة من وقت ظهور امام زماننا تقولون ما الدليل على ذلك هذا التعبير لا يخرج القائم حتى هذا التعبير تكرر في الروايات التي تتحدث عن علامات تتحدث عن وقائع عن احداث تكون قريبه من يوم ظهور امام زماننا فهذا التعبير يشير بشكل واضح وواضح جدا على الاقل بالنسبه لي لكثره تواصلي مع احاديثهم ومع كلماتهم وهذا جزء من معارض قولهم لا يخرج القائم حتى هذا التعبير يشير إلى أن الواقعة هذه العلامة هذه تكون قريبة من يوم ظهور إمام زماننا لا يخرج القائم حتى يخرج اثنى عشر من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه فحينما يكون الحال هكذا فان الاضطراب والاختلاف والتنافر والتقاتل سيكون طبيعيا في الواقع الشيعي هناك روايه اخرى عن امامنا المجتبى صلوات الله وسلامه عليه في الصفحه نفسها تحدثنا عميرة بنت نفيل عن إمامنا الحسن المجتبى من أنها سمعت الحسن بن علي يقول: لا يكون هذا الأمر الذي تنتظرون حتى يبرأ بعضكم من بعض ويلعن بعضكم بعضا ويدخل بعضكم في وجه بعض وحتى يشهد بعضكم بالكفر على بعض قلت ما في ذلك خير قال الخير كله في ذلك الامام لا يقصد ان الخير في التباغض والتلاعن قال الخير كله في ذلك عند ذلك يقوم قائمنا فيرفع ذلك كله لانه يبدا بقتل كذابي الشيعه هؤلاء لانه يبدا بقتل دجالي الشيعه حينئذ يستطيع الشيعه ان يعيشوا بسلام بعد ان يتخلصوا من هؤلاء الشياطين من هذه القاذورات الان اذا ما تخيلنا ان مراجع الشيعه لا وجود لهم وان وكلاء المراجع لا وجود لهم هناك اناس ينقلون حديث اهل البيت في كل مدينه من المدن لا هم مراجع ولهم وكلاء ولهم زعماء ولهم قاده والناس تدير امورها فيما بينهم مشاكل الشيعه المجتمعيه من الذي يقدم الحلول لها الاعراف العشائريه وشيوخ العشائر هم الذين يقومون بهذا حكومه المرجعيه في بغداد حكومه عباسيه عاجزه فاشله الناس حينما يراجعون مخافر الشرطه مراكز الشرطه مسؤولو تلك المراكز هم يقدمون النصيحه للناس ان يذهبوا الى عشائركم فانكم لن تصلوا الى نتيجه بمراجعتكم لنا اما المرجعيه فهي اعجاز المرجعيه اعجز من ان تقوم بحل مشاكلها المراجع عاجزون وفاشلون في كل شيء هذه الصوره المقدسه عند الحمير من اتباعهم لا حقيقه لها هذه صوره خياليه في اذهان الديخيين من اتباعهم الحمير اتحدث عن البشر الحمير هم المراجع يصفون اتباعهم بهذه الاوصاف لست انا القران يؤيد ذلك احاديث اهل البيت تؤيد ذلك الامام الكاظم ماذا قال للمرجع الكبير في زمانه لعلي البطائن قال له يا علي أنت وأصحابك أشباه الحمير هذا الواقع موجود وما هو بغريب عانى الأئمة من هذا الواقع ولا زال صاحب الأمر يعاني من هذا الواقع بسبب شياطين حوزة النجف وكربلاء وبسبب اتباعهم الحمير. اعيدوا اعيدوا الوثيقه الديخيه رجاء. ما اريد اجيب الاسماء. واحد قال لي على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له اخي بابا ما توصل قال توصل اطمئن تركبهم يعني مش اه شيء تركبهم وتقول لهم بيخ والله نفس عبارة واحد من الاعلام قبل خمس سنوات قال لي مش جاي اقول لك تركب آه. يعني خلاقه <applause> اهمي شيء خلاقه اهمي <applause> شيء جيمي يعني بقول لك مكان حركه صدمه فقش بيخ عربي فقش نفس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما أريد أجيب الأسماء عرفنا لا مو علم اجمالي هذا واقع واقع الشيعه لا في الواقع الشيعه هذا والله هذا واقع الشيعه هكذا يقول امامنا الحسن السبط مثلما تحدثنا عميره بنت نفيل لا يكون هذا الامر الذي تنتظرون حتى يبرا بعضكم من بعض ويلعن بعضكم بعضا ويدفل بعضكم في وجه بعض وحتى يشهد بعضكم بالكفر على بعض قلت ما في ذلك خير عميره بنت نفيل تقول للامام المجتبى ما في ذلك خير قال الخير كله في ذلك عند ذلك يقوم قائمنا فيرفع ذلك كله يعني ان الاحداث هذه تقع في زمان قريب من زمان ظهور امام زماننا لا يخرج القائم حتى يخرج اثنا عشر من بني هاشم كلهم يدعو الى نفسه فهؤلاء هم الذين يقودون الواقعه الشيعيه الى هذا الذي حدثنا عنه امامنا الحسن المجتبى مر علينا في حلقات متقدمه ما قراته عليكم من عوالم العلوم ومستدركاتها للمحدث البحراني عبد الله البحراني انها طبعه مؤسسه الامام المهدي قم المقدسه عوالم المهدي الجزء الثالث صفحه 317 من خطبة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الكوفة إنها خطبة لأهل العراق بالدرجة الأولى وفي الكوفة في المناطق الشيعية بشكل خاص أيها الناس أيها الناس ايها الناس الزموا الارض من بعدي واياكم واياكم والشذاذ من ال محمد واياكم والشذاذ من ال محمد فانه يخرج شذاذ ال محمد فلا يرون ما يحبون لعصيانهم امري ونبذهم عهدي ونبذوا العهد الماخوذ عليهم وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون هؤلاء الشذاذ الذين شذوا عن بيعه الغدير شذوا عن منهج العتره هؤلاء هم هم أيها الناس أيها الناس الزموا الأرض من بعدي وإياكم والشذاذ من آل محمد من الهاشميين أو من الشيعة فإنه يخرج شذاذ آل محمد فلا يرون ما يحبون لماذا لعصيانهم امري ونبذهم عهدي قطعا هذا الكلام له مراتب هناك مرتبه ترتبط بالعمل العسكري الذين قادوا عملا عسكريا ومرتبه ترتبط بالعمل السياسي الذين قادوا عملا سياسيا ليس في زماننا هذا عبر العصور منذ بدايه الغيبه الكبرى وحتى في زمان ائمتنا لكنني اتحدث في هذه الحلقات عن زمان الغيبه الكبرى وهناك مرتبه اخرى انها مرتبه ادعاء الامامه فهناك من ادعى الامامه من الهاشميين او من الشيعه من الخطابيين ومن المغيريين ومن غيرهم وهناك مرتبه لادعاء النيابه عن الامام هناك من ادعى النيابه الخاصه حتى في زمان الغيبه الاولى في زمان وجود النواب الخاصين هناك من ادعى النيابه الخاصه وهناك من ادعى النيابه الخاصه وهناك من ادعى النيابه, من ادعى النيابة العامه زمان الغيبه الكبرى مراجع حوزه الطوسي ادعوا النيابه العامه وهم كذابون دجالون لا صله لهم بصاحب الزمان وهم اجهل الناس بحديث صاحب الزمان وبحديث محمد وال محمد الدليل كتب تفسيرهم الدليل رسائلهم العملية المخالفة لحديث محمد وال محمد الدليل فضائياتهم الناصبية الدليل خطباء منابرهم الحمير كل اولئك يطلق عليهم هذا العنوان شذاذ لانهم شذوا عن بيعه الغدير لم يلتزموا بميثاق بيعه الغدير ماذا قال صاحب الزمان لاكثر مراجع الشيعه في الرساله الاولى للشيخ المفيد مذ جنح كثير منكم وقبل هذه العباره ماذا قال امامنا ومعرفتنا بالزلل الذي اصابكم لانهم شذوا عن الطريق مذ جنح مال وخرج عن الطريق شذ عن الطريق مذ جنح كثير منكم الى ما كان السلف الصالح عنه شاسعه شذوا عن طريق السلف الصالح جنحوا شذوا خرجوا عن الطريق مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة الخطاب موجه لمراجع الشيعة وليس إلى بقال الشيعة مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون فلا يرون ما يحبون لماذا يا امير المؤمنين؟ لعصيانهم امري ونبذهم عهدي. وهذه المجموعه مجموعه المراجع الامام الحجه يقول عنهم من انهم نبذوا العهد الماخوذ منهم وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون. ايها الناس ايها الناس الزموا الارض من بعدي واياكم والشذاذ من آل محمد فانه يخرج شذاذ ال محمد فلا يرون ما يحبون لعصيانهم امري ونبذهم عهدي ماذا نقرأ في تفسير امامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه وهو يحدثنا عن جده امير المؤمنين الطبعه هي هي التي اشرت اليها قبل قليل في الصفحه الثالثه والثلاثين انه الحديث السادس والعشرون عن سيد الاوصياء صلوات الله وسلامه عليه يا معشر شيعتنا يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا والمنتحلين مودتنا والمعتقدين مودتنا إياكم إياكم وأصحاب الرأي إياكم والشذاذ من آل محمد إياكم إياكم وأصحاب الرأي لماذا يا امير المؤمنين؟ فانهم اعداء السنن اعداء الحديث فانهم اعداء السنن تفلتت منهم الاحاديث ان يحفظوها واعيتهم السنه ان يعوها لا خبره لهم بحديث العتره لا يحفظون الحديث ولا يفقهونه فماذا صنعوا فاتخذوا عباد الله خولا رجاء أعيدوا لنا الوثيقة الديخية ما أريد أجيب الأسماء واحد قال لي أدعى على شنو مستعجل على شنو مستعجل قلت له أخر بابا ما توصل النوبة هي قال توصل تطمئنا تركبهم يعني, أشي يعني تركبهم بيخ. مش اشياء تركبهم وتقول لهم ديخ والله نفس عبارته واحد من الاعلام قبل خمس سنين قيل التاجيل وش دا اقول له تركب <applause> يعني خلاقه اغاميشيني خلاقه اغاميشيني شيني يقول لك بكي حركه تركب فقش ديخ بعربي فقش والنفس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما أريد أجيب الأسماء عرفنا قال تركب مثل ما تركبنا فلان دير لا مو علم اجمالي هذا واقع واقع الشيعه لا اقول واقع الشيعه هذا والله هذا واقع الشيعه هؤلاء هم اصحاب الراي يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا اياكم اياكم واصحاب الراي فانهم اعداء السنن تفلتت منهم الاحاديث ان يحفظوها واعيتهم السنه ان يعوها هذا وصف ينطبق بالتمام والكمال على جميع مراجع النجف من اصحاب العمائم السوداء ومن اصحاب العمائم البيضاء من المرجع الاعلى من السيستاني الى المرجع الاسفل هذا الوصف ينطبق على جميعهم اياكم واصحاب الراي فانهم اعداء السنن تفلتت منهم الاحاديث ان يحفظوها واعيتهم السنه ان يعوها فاتخذوا عباد الله خولا عبيدا حميرا ديخيين وما له دولا عند الشيعي هو مال صاحب الزمان في جيب المرجع وما له دولا عند الشيعي مال صاحب الزمان وفي جيب المرجع يصبح مجهول المالك يتداولونه فيما بينهم أولادهم يتداولونه بناتهم أحفادهم حفيداتهم وكلاؤهم جلاوزتهم كل واحد بحسبه قفوا طويلا عند كلام أمير المؤمنين هذا يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا المعتقدين مودتنا إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها وأعيتهم السنة أن يعوها لا يحسنون قراءة حديث من الأحاديث فاتخذوا عباد الله خولا عبيدا حميرا ديخيين وما له دولا حولوه إلى مجهول المالك فذلت لهم الرقاب وأطاعهم من وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب ونازعوا الحق أهله نازعوا صاحب الزمان مثل ما قلت لكم هم يقولون نحن نوابه هم لا يتصرفون على أساس أنهم نواب يتصرفون على أساس أنهم الأول والآخر الظاهر والباطن والامام لا وجود له لو كانوا يعتقدون بوجوده حقيقة ولو كان هذا المعنى ساكنا في عقولهم وقلوبهم هل يتجرؤون ويقولون عن اموال الامام من انها مجهولة المالك والله لا يتجرؤون لانهم حينما يسالونهم عن اموال اليهود التي بقيت في العراق اليهود الذين هاجروا الى فلسطين الى اسرائيل في الاربعينات والخمسينات اليهود الذين هاجروا الى اسرائيل وبقيت اموالهم وبقيت بيوتهم حينما يسالونهم عن هذه الاموال يصدرون الفتاوى من انه لا يجوز التصرف بهذه الاموال لماذا لان هذه الاموال لها مالك مع انهم لا يعلمون ان هؤلاء اليهود هل هم احياء هل ماتوا ليس هناك من مطالب بهذه الاموال اما اموال صاحب الزمان يحكمون عليها من انها مجهوله المالك لو كانوا يعتقدون بوجوده ويعتقدون فعلا انهم نواب لصاحب الزمان هذا المعنى موجود في عقولهم وقلوبهم يعيش معهم اذا كان الانسان فعلا نائبا لصاحب الزمان هذا المعنى سيبقى ساكنا في قلبه وعقله وسيبقى مراقبا لحاله فان الذي جعله نائبا يراقبه لو كانوا فعلا هكذا لما حكموا على اموال صاحب الزمان من انها مجهوله المالك ولما اوصى الخوئي بهذه الاموال ان تكون تحت سلطه اولاده الى يوم القيامه ولما قسمت اموال الخوئي كما تقسم المواريث وهذا الحال هو هو عند سائر المراجع الذين سبقوا الخوئي والذين جاءوا بعد الخوئي فاين صاحب الزمان هؤلاء كذابون دجالون بالضبط كما يصفهم امير المؤمنين فاتخذوا عباد الله خولا وما له دولا فذلت لهم الرقاب سلاطين هؤلاء طواغيت المرجعيه سلطه طاغوتيه دنيويه لكنها تلبس بلباس الدين انتم لا تعرفون مدى الفساد بكل اشكاله في اجواء المرجعيه عند المراجع انفسهم وعند اولادهم وعند احفادهم انتم لا تعرفون ماذا يجري هناك ليس بالضروره ان المرجع يشرب الخمر فهذه امور هو تعود عليها منذ صغره هو يتنزه عنها لكن المعاصي لا تنحصر في شرب الخمر المعاصي انواع كثيره يكون شرب الخمر لا قيمه له في دائره المعاصي اذا اردنا ان ندخل في تفاصيل معاصي هؤلاء المراجع فاتخذوا عباد الله خولا وما له دولا فذلت لهم الرقاب واطاعهم الخلق اشباه الكلاب ونازعوا الحق اهله نازعوا صاحب الزمان وتمثلوا بالأئمة الصادقين هكذا يظهرون حالهم للناس وهم من الجهال والكفار والملاعين إنهم كفار ببيحة الغدير وجهال بحديث العترة تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها وأعيتهم السنة أن يعوها صدقوني حينما يسمعون الأحاديث التي أقرأها في برامج المراجع انفسهم انا لا احدثكم عن ابناء المراجع احدثكم عن المراجع الكبار انفسهم يقولون من اين ياتي بهذه الاحاديث اغبياء يسمعونني اقراها من الكافي والكافي في مكتباتهم لكنهم حمير لا قراوا الكافي ولا يعرفون الكافي حمير صدقوني من الاخر والله هذا الكلام حقيقي حينما يسمعون الروايات والاحاديث في برامجي يقولون من اين ياتي بهذه الروايات وانا اقراها من الكافي هل تريدون استحمارا اكثر من هذا تفلتت منهم الاحاديث ان يحفظوها واعيتهم السنه ان يعوها ولذا فالامير هكذا يقول لشيعته يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا اياكم اياكم واصحاب الراي فانهم اعداء السنن اعداء حديثنا وهذا هو الذي يقومون به يمنعونكم ان تتعلموا حديث ائمتكم من قناه القمر فانهم اعداء السنن تفلتت منهم الاحاديث ان يحفظوها واعيتهم السنه ان يعوها فاتخذوا عباد الله خولا حميرا ديخيين وما له دولا فذلت لهم الرقاب واطاعهم الخلق اشباه الكلاب ونازعوا الحق اهله وتمثلوا بالائمه الصادقين وهم من الجهال والكفار والملاعين فسئلوا عما لا يعلمون فانفوا ان يعترفوا بانهم لا يعلمون فعارضوا الدين بارائهم فضلوا واضلوا هم ضلوا واضلوا الشيعه معهم الا تلاحظون ان الاحاديث تشرح بعضها بعضا الا تلاحظون ان الاحاديث يشرح بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا ألا تلاحظون أن الأحاديث يشرح بعضها بعضا ويبين مضامينها بعضها بعضا وبشكل واضح وأعتقد أنكم تجدون المعاني سلسة تجدون المعاني والجه الى عقولكم والى قلوبكم من دون استئذان لان الحديث حديثه لان الكلام كلامه وقلوب الشيعه تميل الى حديثهم لولا هؤلاء الشياطين الذين يقال لهم نواب صاحب الزمان لولا قطاع الطرق هؤلاء لوصلت احاديث اهل البيت اليكم من خلالي ومن خلال غيري لكن قطاع الطرق هؤلاء هؤلاء الشياطين الذين تقدسونهم اتحدث عن مراجع حوزه النجف وكربلاء هم الذين يحولون فيما بينكم وبين دينكم الحقيقي يقدمون لكم دين الاشاعره والمعتزله مذهب الطوسي الا لعنه على مذهب الطوسي اقرا الروايه مره اخرى عليكم واقيمها حجه على رؤوسكم هذا كلام امير المؤمنين يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا إياكم وأصحاب الرأي وحق الزهراء هذا العنوان ينطبق على المراجع انطباقا بدرجة مئة بالمئة من السيستاني إلى بقية المراجع وعلى الذين ماتوا وعلى الذين سيأتون فهؤلاء هم أصحاب الرأي يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا اياكم اياكم واصحاب الراي فانهم اعداء السنن انا اسال طلبه العلم الديني في الحوزه هذه الاوصاف تنطبق على مراجعكم او لا؟ ما هم لا يحسنون قراءه ايات القران ولا يحسنون قراءه الاحاديث ولا يحفظون ايات القران ولا يحفظون الاحاديث واذا ما شرحوها فشرحهم عباره عن غازات في بطونهم يخرجونها من افواههم بدل ان يخرجوها من المواضع التي تخرج منها بحسب الطبيعه. يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا اياكم واصحاب الراي فانهم اعداء السنن تفلتت منهم الاحاديث ان يحفظوها واعيتهم السنه ان يعوها فاتخذوا عباد الله خولا وما له دولا فذلت لهم الرقاب واطاعهم الخلق اشباه الكلاب ونازعوا الحق اهله وتمثلوا بالائمه الصادقين وهم هؤلاء اصحاب الراي الذين تفلتت منهم الاحاديث ان يحفظوها واعيتهم السنه ايعوها وهم من الجهال جهال بهذه الاحاديث والكفار لانهم نقضوا بيعه الغدير والملاعين فاذا كانوا جهالا بدين العتره ويقولون نحن علماء وهم ناقضون لبيعه الغدير ويدعون انهم عليها فهؤلاء ملاعين وهم من الجهال والكفار والملاعين فسئلوا عما لا يعلمون، سئلوا عن امر ماذا تقول العتره عنه؟ هم لا يعلمون ماذا تقول العتره، هم يعلمون ماذا يقول الفخر الرازي، ماذا تقول الاشاعره، يعلمون بهذا لكنهم لا يعلمون ماذا تقول العتره. فسئلوا عما لا يعلمون فانفوا ان يعترفوا بانهم لا يعلمون فعارضوا الدين فاجابوا باجابات تعارض محمدا وال محمد وهذا هو واقع مراجع النجف وقد اثبتت لكم هذه الحقيقه بمئات ومئات ومئات من الادله والوثائق والحقائق فعارضوا الدين بارائهم هؤلاء هم اصحاب الراي فضلوا واضلوا هم ضلوا واضلوا الشيعه معهم هذه هي الرايات المشتبهه التي لا يدرى اي من اي فهم يضحكون على الشيعه بجهلهم وغبائهم وبما عندهم من معلومات من الثقافه الناصبيه القذره ويقولون لهم هذا هو دين العترة الطاهرة هؤلاء هم الشذاذ الذين يتحدث عنهم أمير المؤمنين أيها الناس أيها الناس الزموا الأرض من بعدي وإياكم وإياكم والشذاذ من آل محمد هؤلاء الذين حدثتكم عنهم قبل قليل هم الذين شذوا عن طريق محمد وآل محمد إنهم أصحاب الرأي إنهم أعداء السنن إنهم الذين تفلتت الأحاديث منهم أن يحفظوها وأعيتهم السنة أن يعوها الذين اتخذوا عباد الله خولا وما له دولا هؤلاء هم هم ايها الناس الزموا الارض من بعدي واياكم والشذاذ من ال محمد فانه يخرج شذاذ ال محمد فلا يرون ما يحبون لعصيانهم امري ونبذهم عهدي وتخرج رايه من ولد الحسين تظهر بالكوفه بدعامه وتخرج رايه من ولد الحسين تظهر بالكوفه بدعامه اميه ويستمر الامام في حديثه هناك رايه تخرج بالكوفه متى في زمن قريب من زمان ظهور الحجة ابن الحسن لأن الإمام يستمر في حديثه فيقول: وتخرج راية من ولد الحسين تظهر بالكوفة بدعامة أمية ويشمل الناس البلاء ويبتلي الله خير الخلق ويبتلي الله خير الخلق من اولياء محمد وال محمد حتى يميز الخبيث من الطيب ويتبرأ الناس بعضهم من بعض ويطول ذلك حتى يفرج الله عنهم برجل من ال محمد ويطول ذلك يطول ذلك البلاء حتى يفرج الله عنهم برجل من ال محمد الى ان يقول وإياكم والدجالين من ولد فاطمة انهم الدجالون الذين قد يصل عددهم الى سبعين الروايات هكذا أخبرتنا في الزمن القريب من زمان ظهور الحجة ابن الحسن هؤلاء دجالون بعضهم في السياسة وبعضهم في الإعلام وبعضهم في المرجعية وبعضهم في التجاره وبعضهم وبعضهم في كل مكان دجالون في جميع الاتجاهات واياكم والدجالين من ولد فاطمه فان من ولد فاطمه دجالين ويخرج دجال من دجله البصره وليس مني ليس مني نسبا وليس مني فكرا لربما ينطبق على دجال البصرة أحمد إسماعيل وليس مني وهو مقدمة الدجالين كلهم إذا انطبقت هذه المضامين فإن الأحداث ستكون قريبة من زمان ظهور الحجة ابن الحسن بقرينة الدجالين وإياكم والدجالين من ولد فاطمة فإن من ولد فاطمة دجالين ويخرج دجال من دجلة البصرة وليس مني وهو مقدمة الدجالين كلهم هذه المجموعة ستكون في زمان قريب من ظهور الحجة ابن الحسن ومن هنا سيكون معنى ويطول ذلك يطول ذلك البقاء ومن هنا سيكون معنى ويطول ذلك ويطول ذلك البلاء هذا طول نسبي فان البلاء حتى لو كان قصيرا زمانا يكون طويلا من جهه التحمل ومن جهه المعايشه ومن جهه الاستشعار النفسي بالضبط كالمثال الذي ضربه أينشتاين حينما سألوه عن نظريته النسبية عن وعن نسبية الزمان فجاءهم بمثال تقريبي لأن الذين سألوه ما كانوا من أهل الاختصاص من عامة الناس قال نسبية الزمان مرة تجلس مع شخص كريه مزعج لدقائق فتراها زمانا طويلا ومرة تجلس يخاطب الرجال تجلس مع امراه فاتنه جميله تحبها وتعشقها وتشتاق اليها فتجلس معها ساعه وساعتين وترى ذلك قصيرا فنسبيه الزمان نسبيه بحسب تعامل الانسان مع الزمان يكون البلاء طويلا لماذا لشده الالم مثلما تكون فتره الانتظار في اخرها ثقيله طويله الدقائق الاخيره في الانتظار تكون اطول من الشهور السابقه الطويله القضيه قضيه نفسيه والالم هو شعور نفسي فليس هناك من تناقض فيما بين اول الكلام واخره واياكم والدجالين من ولد فاطمة هؤلاء يكونون في زمان قريب من ظهور الحجة ابن الحسن وهذه الراية الدجالة أيضاً وتخرج راية وهذه الراية الدجالية أيضاً وتخرج رايه من ولد الحسين تظهر بالكوفه بدعامه اميه هذه ستكون في زمان قريب انها من جمله مجموعه الدجالين من ولد فاطمه وتخرج رايه من ولد الحسين من ولد الحسين من ولد فاطمه الى بقيه التفاصيل التي وردت في هذه الكلمات الشريفه ناخذ الصوره الاجماليه من دون الدخول في التدقيقات فهذا يحتاج الى وقت طويل كي اقف عند كل دقيقه من دقائقها وعند كل صغيره من صغائرها هؤلاء هم اصحاب هذه الرايات المشتبهه التي قال عنها امامنا الصادق لا يدرى اي من اي نذهب الى فاصل عن ميمون البام عن ابي عبد الله الصادق صلوات الله عليه خمس قبل قيام القائم اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء وخسف بالبيداء وقتل نفس الزكي عن صالح مولى بني العذراء قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول ليس بين قيام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا خمسة عشر ليلة عن المعلى ابن خنيس عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه ان امر السفياني من الامر المحتوم وخروجه في رجع عن الحارث بن المغيره عن امامنا الصادق صلوات الله عليه الصيحه التي في شهر رمضان تكون ليله الجمعه لثلاث وعشرين مضينا من شهر رمضان هذه رواية مهمة ومهمة جدا تتحدث عن مجموعات عسكرية انها الميليشيات التي تتبع مراجع الشيعة اما بشكل مباشر او بشكل غير مباشر وهي جزء من هذا الموضوع، جزء من هذا الضلال. أقرأ عليكم من غيبة النعماني، إنها طبعة أنوار الهدى، قم المقدسة، الطبعة الأولى صفحة 278. الحديث الثاني والأربعون عن يعقوب بن السراج قال: قلت لابي عبد الله لامامنا الصادق صلوات الله عليه متى فرج شيعتكم؟ انه يسال عن الفرج الاكبر متى فرج شيعتكم؟ فقال اذا اختلف ولد العباس انه يتحدث عن ولد العباس في اخر الزمان لان الروايه ستشير الى السفياني والى اليماني اذا اختلف ولد العباس انهم الذين في النجف وفي بغداد في زماننا كما يغلب على ذلك الظن ويغلب على ذلك الظن القوي الى حد الاطمئنان فان الروايات تنطبق عليهم بشكل واضح وجلي جدا لا نستطيع ان نقطع بذلك بدرجه كامله لكن اطمئنانا قويا يسري في قلب الانسان وعقله حينما يتابع هذه الاحاديث ويتابع هذه الروايات وانا ما قرات عليكم الا جزءا يسيرا منها بقيه الاحاديث لو قراناها بكل تفاصيلها فان الامر يتاكد ويتاكد ويتاكد يعقوب ابن السراج يقول قلت للصادق صلوات الله وسلامه عليه متى فرج شيعتكم؟ فقال: اذا اختلف ولد العباس ووهى سلطانهم يبقى سلطانهم ولكنه يكون ضعيفا ووهى سلطانهم وطمع فيهم من لم يكن يطمع انا لا اريد ان افسر الروايه فيما يجري الان لكنني انا لا اريد ان افسر الروايه فيما يجري الان بالضبط لكنني ساخذ ما يجري الان مثالا تقريبيا بعد الاختلاف الشيعي فان الاكراد بداوا يشترطون على الشيعه شروطا جديده وكذلك السنه بعدما وحدتهم تركيا فانهم بداوا يشترطون على الشيعه شروطا بعدما وحدتهم تركيا فان السنه اخذوا يشترطون على الشيعة في الحكم شروطا جديدة ما كانوا يطمعون فيها اذا اختلف ولد العباس ووهى سلطانهم وطمع فيهم من لم يكن يطمع وخلعت العرب أعنتها ورفع كل ذي صيصية صيصيته يقال صيصة ويقال صيصية ويقال صيصية والمعنى واحد الصيصة والصيصية والصيصية هي شوكة الديك التي تكون في مؤخر رجله والصيصة أيضا هي قرن الحيوان قرون الثيران مثلا قرون الماعز قرون الكبش يقال صياصي البقر صياصي البقر قرونها فالصيصة والصيصية والصيصية هي الأسلحة ورفع كل ذي صيصية صيصيته وظهر السفياني وأقبل اليماني هذه أحداث تقع في المستقبل وتحرك الحسني الحسني الحسيني هو الخراساني انا لا اريد ان ادخل في هذا الاختلاف بين النسخ بين الاحاديث هل ان الخراساني حسني هناك من يقول بهذا هل ان الخراساني حسيني هناك من يقول بهذا أنا لا أريد أن أدخل في هذا التفصيل فهذا يحتاج إلى عرض للكثير من الأحاديث ويحتاج إلى وقت طويل وتحرك الحسني المراد الخراساني بقرينة السفياني واليماني لأن الروايات اختلفت في تشخيص الخراساني هل هو حسني هل هو حسيني والسبب هو التصحيف فكلمه الحسن والحسيني فكلمه الحسن مقاربه لكلمه الحسيني فيكون تصحيفا من قبل النساخ لا اريد ان اخوض في هذا الموضوع وظهر السفياني وأقبل اليماني وتحرك الحسني المراد الخراساني خرج صاحب هذا الأمر من المدينة إلى مكة بتراث رسول الله إلى آخر الرواية موطن الشاهد هنا من أن ولد العباسي سيختلفون فيما بينهم اذا اختلف ولد العباسي ووهى سلطانه وها صار سلطانهم ضعيفا لم يسقط السلطان العباسي سيسقطه ويقضي عليه الخراساني من جهه والسفياني من جهه اخرى إذا اختلف ولد العباسي ووهى سلطانهم وطمع فيهم وطمع فيهم من لم يكن يطمع وخلعت العرب أعنتها خلعت العرب أعنتها حدث اضطراب في بلاد العرب حينما نقول العرب المعنى الاول الذي يتبادر من الحديث الجزيره العربيه السعوديه اليمن عمان دول الخليج هؤلاء هم العرب الذين سيخلعون اعنتهم انها الاضطرابات الداخليه في هذه البلدان. اذا اختلف ولد العباس ووهى سلطانهم وطمع فيهم من لم يكن يطمع وخلعت العرب اعنتها ورفع كل ذي صيصيه صيصيته. وظهر السفياني واقبل اليماني اقبل من جهه القبله لانه سيقبل من اليمن واليمن بالنسبه للعراق سيكون من جهه القبله واقبل اليماني مقبلا قادما من جهه القبله من جهه اليمن وتحرك الحسني وهو الخراساني خرج صاحب هذا الامر من المدينه الى مكه بتراث رسول الله اذن هذه الوقائع الحكم العباسي اختلاف العباسيين وهن سلطانهم طمع الاخرين فيهم ورفع كل ذي صيصيه صيصيته انها الميليشيات ليس في العراق فقط في العراق في سوريا في لبنان في الاردن في السعوديه في اليمن في كل مكان لكن الحديث بالدرجه الاولى عن العباسيين فهم منقسمون فيما بينهم وراياتهم متعددة وكل راية لها صيصيتها ولذا ورفع كل ذي صيصية صيصية ما هي رايات متعددة هكذا نقرأ في حديث إمامنا الصادق في الكاف الشريف ولترفعن ولترفعن اثنتا عشرة راية مشتبهة لا يدرى اي من اي نذهب الى فاصل. عن محمد بن مسلم قال: سمعت ابا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: ان لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين. قلت: وما هي؟ جعلني الله فداك. قال قول الله عز وجل: ولنبلونكم. يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام. بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. وبشر الصابرين. قال نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في اخر سلطانهم والجوع بغلا اسعارهم ونقص من الاموال قال كساد التجارات وقله الفضل ونقص من الانفس قال موت ذريع ونقص من الثمرات قله ريع ما يزرع وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج ثم قال لي يا محمد هذا تاويله ان الله عز وجل يقول وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم حاولت جهد امكاني ان الملم هذا الموضوع في هذه الحلقه لانني لا اريد ان اطيل فيه كثيرا والا فهذه الروايات التي قراتها عليكم بحاجه الى شرح مفصل ليس كما شرحتها بنحو اجمالي وحاولت ان اختصر مطالبها بقدر ما استطيع العديد من المطالب المهمه ما اشرت اليها انني احاول ان اجمل الكلام كي اختم حديثي في هذه الحلقه لانتقل الى مفرده جديده في هذا الموضوع الى عنوان جديد في حلقه يوم غد ان شاء الله تعالى ولتكفان هكذا يقول امامنا الصادق صلوات الله عليه ولتكفان كما تكفأ السفينة في أمواج البحر لا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه وكتب الإيمان في قلبه وأيده بروح منه هذه مجموعة تواجهها مجموعة الشيطان ولترفعن اثنتا عشرة راية مشتبهة لا يدرى اي من اي الشعارات متقاربة الاهداف المعلنة متقاربة الرسائل العملية هي هي يقال السيستاني أعلى ولكن حينما تأخذون رسالته العملية لن تجد فارقا فيما بينها وبين سائر الرسائل العمليه الاخرى عقائدهم هي هي عقائد النواصب تفسيرهم للقران هو هو تفسير النواصب يتفقون جميعا على مدرسه الوائل انها مدرسه الفكر الناصبي القذر ويوصون خطباءهم ان يسيروا على هذا المنهج فضائياتهم على كثرتها برامجها تحمل نفس القذارة الناصبيه حتى وان اختلف المراجع فيما بينهم ولترفعن اثنتا عشره رايه مشتبهه لا يدرى اي من اي رايات الاحزاب والميليشيات اما ان تكون تابعه بشكل مباشر لرايه مرجع من المراجع على سبيل المثال حشد المرجعيه ميليشيا تتبع بشكل مباشر رايه السيستاني فحشد المرجعيه ما هو برايه قائمه بنفسها حشد المرجعيه ميليشيا تتبع السيستاني انها رايه السيستاني والسيستاني اكبر هذه الرايات لانه اكبر جهه تدعو الى نفسها ولا علاقه لها بصاحب الزمان مطلقا لا من قريب ولا من بعيد وهم يعرفون انفسهم السيستاني يعرف عن نفسه هذا واولاده يعرفون عن ابيهم هذا ووكلاؤهم يعرفون عن مرجعهم هذا نعم الحمير الديخيون ضحكوا عليهم بالكرامات والمعجزات والى غير ذلك من الاكاذيب وهذا الحال هو هو مع بقيه المراجع الاخرين ولترفعن اثنتا عشره رايه مشتبهه لا يدرى اي من اي المفضل يقول فبكيت فقال ما يبكيك يا ابا عبد الله كنية المفضل ابو عبد الله فقلت جعلت فداك يخاطب الامام الصادق جعلت فداك كيف لا ابكي وانت تقول اثنتا عشره رايه مشتبهه لا يدرى اي من اي رايات ضلال من اولها الى اخرها قال وفي مجلسه كوة مدخل للشمس وفي مجلسه قوة تدخل فيها الشمس فقال أبينة هذه هذه الشمس بينة أبينة هذه فقلت نعم قال أمرنا أبين من هذه الشمس يعني أن الجهة التي يتبين فيها ويتبين من خلالها امرهم ما هي برايه من الرايات فليس هناك من دعوه الى زعامه ومن دعوه الى قيادة مثلما الحال في تلك الرايات المشتبهه فقال ابينة هذه فقلت نعم قال امرنا ابين من هذه الشمس هم يشرحون لنا هذه الحقيقة وفي الكافي الشريف نفسه في الجزء نفسه صفحة 217 الباب الذي عنوانه أن الأئمة نور الله عز وجل الحديث الأول حديث طويل أذهب إلى موطن الحاجة منه بسنده بسند الكليني عن ابي خالد الكابلي عن امامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه امامنا الباقر في طوايا هذا الحديث يقول لابي خالد الكابلي والله يا ابا خالد لنور الامام في قلوب المؤمنين انور من الشمس المضيئه بالنهار خذوا هذه القاعده هذا هو القانون الذي نشرح به الروايه التي مرت علينا الامام الباقر يقول لابي خالد مقسما والله يا ابا خالد لنور الامام وهنا استعمل ايضا لام التوكيد لنور الإمام قسم مع التوكيد والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار إذا ابحثوا عن أصحاب هذه القلوب ابحثوا عنهم توسلوا بامام زمانكم هو الذي سيرشدكم ابحثوا عن قلوب بهذه المواصفات الامام صلوات الله وسلامه عليه هكذا قال للمفضل ابن عمر حين بكى اشار الى الشمس فقال ابينه هذه يسال المفضل المفضل يقول فقلت نعم قال امرنا ابين من هذه الشمس كيف يكون امرهم ابين من هذه الشمس هناك من يبينه من هم الذين يبينون امرهم بهذه الطريقه بطريقه يكون البيان فيها ابين من الشمس هؤلاء هم الذين يصفهم امامنا الباقر بهذا الوصف والله يا ابا خالد لنور الامام في قلوب المؤمنين انور من الشمس المضيئه بالنهار الذين تتفجر ينابيع الحكمه من قلوبهم على ألسنتهم، حينما تكون قلوبهم بهذا الوصف هذا يعني أن الحكمة قد حلت في قلوبهم. وهذا يعني أن الإمام قد ألقى بالتفسير في مسامعهم. وهذا يعني أن الإمام قد ألقى بالتفسير في مسامعهم. وهذا يعني أنهم يغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح. كما يقول امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وانما يكون ذلك من قبل امام زمانهم هو الذي يفيض عليهم والله يا ابا خالد لنور الامام في قلوب المؤمنين انور من الشمس المضيئه بالنهار حينئذ يتفجر البيان من حكمة القلوب على الألسنة نورا ووضوحا وبرهانا لا كما يقبع القابعون الخرس هذا هو منطق العترة الطاهرة قلت لكم وأكررها ليس من المنطقي وليس من العقل وليس من الحكمه ان صاحب الزمان ينصب نوابا لا يحسنون لغه البلاد التي يكونون نوابا فيها لصاحب الزمان وحتى لو كانوا عربا لو كانوا عربا انا لا اتحدث عن قوميه او عن شعب او عن قبيله بعينها التشيع فوق القوميات وفوق الجنسيات لكننا ابتلينا بمراجع غير عرب لا يحسنون العربيه مع ان اصحاب الائمه في زمان امامنا الباقر والصادق كانت الاكثريه منهم ليسوا عربا لكنهم كانوا على فصاحه وبيان في اعلى الدرجات القضيه لا ترتبط من ان فلانا عربي ومن ان فلانا ليس عربيا القضيه لا تؤخذ بهذا المنظار القضيه ناظره الى فشل هؤلاء والى عجزهم والى جهلهم والى جهالتهم لا اتحدث هنا عن جنسيه او عن انتماء لبلد ما التشيع اعظم من الجنسيات التشيع اعظم من الاوطان التشيع اعظم من القوميات التشيع لامام زماننا اعظم من الانتماء الى العشائر والقبائل والاسر انا لا اتحدث بهذا اللسان السخيف بلسان الانتماءات الى بلد ما الى قبيله ما الى قوميه ما انا اتحدث بلسان التشيع المهدوي هذا التشيع الذي يفترض في برنامجه ان يكون شاملا لكل الارض من دون النظر الى الانتماءات القوميه او الانتماءات الشعبيه او الانتماءات القبائليه والعشائريه على اي حال ليس من المنطقي ان صاحب الزمان ينصب نوابا على بلد من البلدان هم لا يحسنون لغه ذلك البلد وليس من المنطقي ان ينصب نوابا يتكلمون العربيه وعلماء النواصب افضل منهم منطقا وبيانا وحديثا وعلما وثقافه فكيف نقول من ان محمدا وال محمد هم اعلم الخلائق فكيف ينصبون نوابا في العلم والبيان والفصاحه دون علماء النواصب كيف يكون ذلك؟ النتيجه هؤلاء في النجف وكربلاء كذابون، اكانوا من العرب ام من غير العرب؟ اكانوا يحسنون العربيه ام انهم لا يحسنون العربيه؟ الذين لا يحسنون العربيه، اكانوا يحسنون العربيه ام كانوا لا يحسنون العربيه؟ الذين لا يحسنون العربيه ليس منطقيا ان صاحب الزمان يناصبهم نوابا على بلد على شعب هم لا يحسنون لغته والذين يحسنون العربيه لانهم من العرب فليس منطقيا ان صاحب الزمان ينصبهم نوابا وهم لا يحسنون الفصاحه والبلاغه ولا يحسنون البيان الادبي الرائع ولا يملكون علما ولا ثقافه بمستوى لا بد ان يكون اعلى واعلى بكثير من مستوى علماء الوهابيه وعلماء الازهر، لكن الواقعه الموجوده على الارض ان علماء الوهابيه وان علماء الازهر اعلى منزله واعلى رتبه في البلاغه والفصاحه والثقافه والعلم الديني اذا اردنا ان نقايسهم ب مراجع النجف ممن يحسنون اللغة العربية ليس منطقيا أن الإمام ينصب هؤلاء أو أنه ينصب أولئك الجميع كذابون دجالون سفلة لأنهم على منهج ناصبي هو منهج الطوسي هذه هي الحقيقة من الآخر وهؤلاء هم اصحاب الرايات المشتبهه اكانت الروايه التي قراتها عليهم تنطبق عليهم فعلا ام انها تنطبق على مجموعه في مستقبل الزمان لكنهم هم اصحاب رايات فكل واحد منهم يدعو الى نفسه يتهارشون فيما بينهم على المرجعيه تهارش الكلاب على الجيف يضللون الشيعه ويضحكون عليهم بغض النظر ان الروايه التي قراتها عليكم تنطبق عليهم ام انها لا تنطبق عليهم فربما تنطبق في زمان قادم من الايام لكن المضمون هو هو يتحقق في واقع حوزه النجف وكربلاء. اعتقد ان الصوره صارت واضحه وواضحه لديكم. وقت الحلقه صار طويلا وطويلا جدا. نلتقي غدا ان شاء الله تعالى في عنوان جديد، في مفرده جديده من مفردات هذه الحلقات. اسالكم الدعاء جميعا في امان الله.